الكاستر ده تحفة ومميز جدا بصراحة، من الحاجات الحلوة قوي اللي انا عملتها. هلفها على قطعة من قماش الجوخ على شكل مربع، وهبتدي ان انا الفها على ايدي الاول كده، وبعد كده هحطها في نص القماشة بالظبط، وهلفها حوالين بعضها، وهحط شمع كويس جدا. لازم الكاستر يكون فيه شمع، بس ما يكونش شمع مسيل فوق، علشان لما نيجي نحط عليه حاجات سخنة ما تلزقش فيها. وهجيب بقى التطريز الملون ده، بصراحة حلو جدا، هربطه بحبل الاول عشان يبقى منتظم وشكله حلو، واحاول ان انا انسق الالوان كده ورا بعضها. ومن نهاية الدايرة الصغيرة اللي انا عملتها هبتدي ان انا احطه كده، واحاول ان انا احط شمع كويس جدا بحيث ان هو يمسك كويس. وهكمل بنفس خيط الخيش برضو، هعمل كذا لفة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتابعوني علشان يوصلكم كل جديد. هلفها لفتين تلاتة كده، وبعد كده بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها الخشب هعمل كمان لفة، وهنسق برضو الالوان مع بعضها. انا بجيب خيط الخيش او تطريز الخشب ده من المكتبات الكبيرة او محلات الهاند ميد، متوفر موجود بيتباع بالكيلو، على حسب بقى الاسعار بتبقى متفاوتة شوية. انا تقريبا كده خلاص خلصت الكوستر بتاعي، هقص بقى، وبعد كده هقص كل الزيادات اللي هي بتاعت الجوخ ديت حوالين الكوستر كله. طلع حلو قوي والوانه مبهجه جدا، واحنا كمان ممكن نعمله تعليقه ورا كده ونعلقه كشكل، او ممكن نحط عليه الحاجات السخنه. بس هو ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يعجبكم. هعمل معاكم الكوستر بحبل الغسيل، عشان الناس اللي دايما تقولي مش بتلاقي خيط الخيش موجود في مكان قريب جنبها، جبت لكم حل ومفيش اسهل من كده. هجيب قطعه من قماش الجوخ، او ممكن استبدلها بالشنط القماش بتاعت المحلات، وبعد كده هجيب الحبل وابتدي ان انا الفه على ايديا كده لفه صغيره الاول، وهثبته في نص القماشه بالظبط. وبعد كده بقى هبتدي ان انا الفه كده، هحط شويه شمع وبعد كده الف، يعني بلاش نحط شمع كتير عشان ما ينشفش مننا بسرعه، يعني نحط شمع على قد مثلا لفه او نص لفه، وبعد كده نلفه ونحاول ان احنا نحطه كله جنب بعضه ونضغطه كده بحيث ما يكونش فيه اي فراغات خالص. طبعا هنعمل الحجم اللي احنا عايزينه. انا كده تقريبا خلصت الحبل كله، عمل لي الحجم دوت، وهبتدي بقى اقص الزيادات كلها. لو عايزين برضو ان انتوا تلفوه على قماش خيش او اي قماش تاني مفيش اي مشكله. جبت شريط البلاب البيضه ده وبدات ان انا احطه كده على طرفه، لو عايزين تستغنوا عنه عادي برضو. وبس الفكره بتاعتي النهارده، يا رب تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتابعوني علشان يوصلكم كل جديد. هنعمل كوستر بطريقه جديده مع بعض، هندخل مجموعه من الالوان والخيوط مع بعضها. جبت قطعه من قماش الخيش وقصيتها على شكل دايره، وبدات ان انا في نصها كده اثبت الخيط بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. اللي هيسالني بجيب الخيوط منين، بجيبها من محلات الخيوط والخردوات، وبرده موجوده في العتبه وفي المكتبات الكبيره. هلف اول لون اللي هو لون البيج ده، لفيت جزء كده منه وقصيته، وبعد كده هكمل باللون الاسود. حبيت ان انا ادخل لون اسود مع البيج، بيبقى شكله حلو بصراحه، ولفيته بنفس الطريقه برضو. ولازم احط شمع كده حبه حلوين علشان يمسك كويس، يعني بين كل خيط وخيط لازم احط شمع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتابعوني علشان يوصلكم كل جديد. وبعد كده بقى هكمل بالخيط بتاع الخيش. كملت بيه تقريبا الكوستر كله، على حسب بقى انا عايزه حجم الكوستر عامل ازاي. انا عايزه حجم الكوستر بتاعي وسط، مش هكبره قوي. وبعد ما خلصت اللفات كلها بدات ان انا اقصه والزقه بطريقه تكون منسقه وشكلها حلو. وبعد كده بقى هقص كل الزيادات اللي موجوده من القماش بتاع الخيش نفسه. وتابعوني الفتره الجايه هعمل لكم مجموعه من الكوسترات باشكال مختلفه. انا كده خلصت الكوستر بتاعي، يا رب يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك.